انا اسف جدا يا مولاي. سموك ارتاح انت وانا هتصرف. طيب ماشي ارتاح. اتفضل سموك. اتفضل. يا انجا يا انجا يا سلام. في يا سلام مزيكا تتاري في بيت السلطان سابلي. يا سلام النهج اللي انا فيه ده مش على الفاضي. يا سلام في الغدا جايب لي علبه كشري بثلاثه. ايه ده؟ كنت عايز علبه كشري بكام؟ علبه كشري بخمسه ده ليه زياده؟ لا انا اجيب لك الحله اضربي منها على طول بقى. ماشي. انا مش فاهم سر تمسك مولايا بيك انت دونا عن بقيه الراقصات. يقول لي هات لي الراقصات دي، هات لي الراقصات دي. سحراله ومال يعني؟ انت ماليه المسرح كله يا ماما. انا مش فاهم يا انجا والله. انت كان ممكن يبقى لك مستقبل كويس. انا ما اعرفش ايه اللي ممشيكي في الطريق ده يا انجا. انا ماشيه في الطريق ده عشان الطريق التاني. أنا غلطان، أنا غلطان. امشي اتكل على الله فلتنصرف الراقصات. اوعى الديكور. يا مولاي يعني صراحة اختيار حضرتك هايل من الراقصات. إيه رأيك يا مولاي؟ لا انت لا انت اللي مولاي. انا سلامه انت مولاي. انت متعود على ادوار البوابين يا اسطى. هل يا مولاي هل يا مولاي التتار بيفكروا يخشوا مصر؟ اللي هيفكروا يخشوا مصر يا ابني؟ مصر بلد الامن والامان. مصر متامنها من كل حته. يا سلامه. انا هشرح لهم. اتفضل انت يا مولاي. حدود مصر متأمنة من كل مكان. الحدود الخارجية لمصر في 5000 جندي شجاع. لو التتار فكروا ان هم يخشوا مصر هيتقطعوا. يا سلام. طب ولو التتار عدوا الحدود الخارجية دي هيبقى الوضع ايه؟ لو عدوا الحدود الخارجية في حدود المدينة نفسها فيها 8000 جندي شجاع هيقطعوهم هيقطعوهم. طب لو عدوا ال 8000 دول؟ لو عدوا ال 8000 حوالين القصر في 10000 جندي من فرقة 5 خمسات. دي لو نملة فكرت بس تخش القصر هتتقطع. يا سلام. طب ولو التتار عدوا فرقة الخمس خمسات دي هيبقى الوضع ايه؟ الوضع زبالة طبعا. لا بس موجود مولاي. مولاي طبعا هيوقف لهم بسيفه البطار يبقى حظهم اسود. ايوه طبعا انا هطلع لهم. وعلى انا عايز اقول لكم يا جماعة ها مصر متأمنة من كل حتة وعلى رأس البلاد سلطان دائر. مولاي الحق مولاي ابعدوا محدش هيخش مصر. ولا ملعوب ولا ملعوب. بقولك ايه ما استهبلش. في ايه؟ التتار دخلوا يا جدعان. التتار دخلوا؟ ايوه دخلوا مصر. ايوه دخلوا خلاص. طب ال 5000 جندي اللي على حدود مصر كلها عملوا ايه؟ قتلوهم كلهم. يا نهار يا طب ال 8000 جندي اللي على حدود المدينه عملوا معاهم ايه؟ دول بقى قتلوهم وعلقوهم كلهم على المشانق. مشانق؟ ايوه. جابوا لهم 8000 مشنقه منين دول؟ طب ال 10000 جندي اللي على حدود القصر نفسه دول بقى ذبحوهم وقاعدين بياكلوا الجنود جوه في المطبخ. يا سلام يا سلام. عمك تقول لي يعني انت رئيس اركان حرب وبتاع و 5000 و 8000؟ ما تقلقش يا مولاي. انت عارف مين اللي مستني التتار لما يدخلوا هنا في القصر؟ أه. سموك يا مولاي. انا اه بقول لك يا مرعوب. إيه؟ إيه انت متاكد ان هم جايين على هنا فعلا فعلا فعلا؟ بقول لك قاعدين بياكلوا الجنود جوه. بياكلوا الجنود جوه. اذا ايوه مفيش مفر غير اننا ايوه اجري يلا. اجري من هنا اجري من هنا يا مولاي يا مولاي. ايه هتسيب الاولاد وهتجري يا مولاي؟ معقوله؟ ما انا هقول لك يا سلام. انت بقى حضرتك يعني خلي بالك من العيال. انا خلي بالي من العيال. اه حضرتك خلي بالك من العيال. أيوة. وانا ها كده كده هموت. بس اهم حاجه الختم ده بيثبت ان هم الورثه الشرعيين جهاد ومحمود. حاضر حاضر يا مولاي. تمام اتكل انت بقى. ماشي مع السلامه. مع السلامه. بابا انت رايح فين؟ انا هقول لكم يا اولاد انا رايح اجيب الديب من ديله بس على ما الاقي له ديل وما عرفتش اجيبه واسيبه وارجع اقول ما لقيتلوش ديل رايح اجيب الديب من ديله بس على الله لاقيله. مع السلامة يا عم فؤاد. مع السلامة. تعالوا يا اولاد تعالوا تعالوا ما تخافوش. انا معاكم انا معاكم مش هسيبكم ابدا لغاية ما التتار ييجوا
ويمشوا من هنا. ما تقلقوش يا ولاد، تعال تعال. ها احنا التتار، احنا الاشرار، بس في كله مختلفين. في تتاري صغير وتتاري كبير، وانا تتاري ما بين الاتنين. ربع ها نص ها كيلو عبيله واديله. فين الملك؟ الملك فين؟ انا هقول لك الملك فين. هو الملك هرب، بس من هنا مشي، من هنا كده في كوريدور كده هو بعديه زي امريكان كيتشن، واخد بالك؟ بعد ما بتعديه في حته معموله زي لاندسكيب كده هو، بتخش من عندها في سرداب سري مكتوب عليه السرداب السري. ها خش هتلاقي الملك مستخبي جوه، خلص عليه بالبتاع الخشب. الف شكر يا عم سلامه. لا ده احنا عنينا للتتار، ده احنا الواحد بيقف على السفاره التتاري بالاربع ايام عشان ياخد الفيزا يعني. لا على كده اجيب لك فيزا سياحي بقى. طيب ماشي، الف شكر. استاذنك بس في كرسي العرش. طبعا ما دام احتلت مصر جت على الكرسي، خد الكرسي. الف شكر، مع السلامه. ربع ها نص ها كيلو. هاتوا الكرسي وشيلوا. وهنحكم 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 كده. يا سلامه سلمت يا بابا. سلامه خاين، سلامه قاتل. روح اتبع على الحيطان، اجري اجري. سلامه خاين، سلامه قاتل. ياد غورياد، ياد غورياد، اتكل على الله. سلامة خايت روك. أنا بعمل كده يا أولاد عشان مصلحتكم، عشان محدش يعمل فيكم حاجة. معلش أنا معايا الختم بتاع أبوكم، أنا مضطر أعلمكم بيه عشان ما تتوهوش يا أولاد. ما تخافوش ما تخافوش، أنا معاكم. هاتي إيدك يا جهاد. أوعى تقرب لها، أوعى تقرب لها، سلامة سفاح. اكتبها برضو على الحيطة، اكتبها. يا سلامة إيدي. ما لو جبت حبر احمر كنت عملت ايه؟ انت ما عندكش دم. يا دلوقتي انا هبيعكم في سوق الجواري، انت هتشتغلي جاريه. وانا يا سلامه، وانا انت هتشتغل جاري مع اقرب تاجر جواري. هبيعكم يا اولاد، بس عينيا هتبقى عليكم، ما تقلقوش. جاريه للبيع، جاري للبيع، اي حاجه قديمه للبيع. جاري للبيع، جاري للبيع، يا عيني للبيع. يا عم يا بتاع الجواري. ايوه. لو سمحت تشتري الجاريه دي والجاري ده بكام لو سمحت؟ لا انا ما بشتريش، انا هعرضهم لك ورزقي ورزقك على الله، بس ليا برسنتج 15%. 15% برسنتج ليه يا عم؟ ده كل اللي تجار الجواري بياخدوا 10% ماكسيمم. ماكسيمم؟ خلاص مش هنختلف، حطهم على العربيه. يلا يا جهاد، يلا يا جهاد. اوب امسك. اوب يلا محمود، يلا خلي بالك منه. كريم مش هوصيك. لا خلي بالك منه. مع السلامه، مع السلامه جهاد، مع السلامه محمود. يا يا بعد العز اللي كانوا عايشين فيه ده كله، بعد القصور وريش النعام والدوناتس والمشط وبوتيتوس، هيروح ياكلوا فول وطعميه وفسيخ من نبرو. لا العين اللي شافتهم في العز ده كله ما ينفعش تشوفهم وهم في البهدله. امين يا رب، امين يا رب، امين يا رب. ايه الاستجابه السريعه دي؟ جاري للبيع، جاري للبيع. انت الراجل يا بتاع الجواري. ايوه يا ست مانجا. عندك جواري طازه؟ طبعا، امال ايه؟ الجاريه دي لسه بشوكها على زيرو. طب طلع لي الجاريه وعلبه السوبر. طيب يلا يا بت. هطلع.